صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من لقي نبي يصلي عليه. احنا ما احناش لوحدنا في العالم ده. لو احنا بنقرا الايكونومست، دي مجله بريطانيه مهمه، بتقول لك ان في 36 دوله من دول العالم اليومين دول هم فيها عدم استقرار عنيف، فيها ناس بتموت، بوليس بيقتل مواطنين، مواطنين بيقتلوا بوليس، مواطنين بيقتلوا مواطنين، هم قصه ملعبكه. احنا في مصر حاسين ان احنا في ام لوحدنا بعيد عن كل دول العالم. احنا بنحاول نشوف هو الناس التانيه اللي غيرنا بتواجه مشاكل ازاي، بتحل مشاكلها ازاي، ويمكن يكون عندهم حل للمعضله اللي بتواجهنا بقالنا 3 سنين. معي النهارده ضيف مهم، هو لاول مره يطلع على التلفزيون العربي، واعتقد ان شاء الله تكون مقدمه جيده ان احنا ننفتح على هذه الدول ونعرف منها. معانا الدكتور خوان انطونيو ايرنانديز. Is that right? Hernandez. أو سفير جمهورية فنزويلا في القاهرة. ومعانا كذلك الدكتور عبير عبد الحافظ، أستاذ مساعد قسم بالقسم الإسباني كلية الآداب جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا بك، منورانا. ميرسي. هو الحقيقة يعني معالي السفير يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، إنما هو لأسباب تتعلق بدقة المصطلحات اللي هيستخدمها هو عايز يتحدث بالإسبانية، ودكتور عبير هتساعدنا في الترجمة من الإسباني للعربي علشان إيه ما فيش حاجة تتقال غلط يعني. فأنا هبدأ بإني أوجه السؤال اللي يعني هحاول يعني احاول العبها، يعني ممكن اختم كده سؤال بالانجليزي في النص عشان ما نضيعش الوقت، انما انا هبدا دايما بان اتكلم بالعربي. دكتور عبير سعيد في الترجمه لي، وهو يتكلم اسباني عشان الاسباني بتاع الحياه ضعيف شويه. دكتور عبير هتتولى الترجمه. اول سؤال، هو ايه اللي بيحصل مع الشعب الفنزويلي الشقيق؟ ايه الخناقه هناك ايه يعني؟ Señor embajador, pues primero le dio la bienvenida por estar en nosotros en el programa y tiene una pregunta muy directa. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando con el pueblo venezolano? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un gran honor encontrarnos en este programa de tanto prestigio en Egipto. Y la situación venezolana es una situación compleja en el sentido de que tenemos, por una parte, una oposición que respeta el juego democrático, por un lado, y hay un pequeño sector violento que quiere buscar el derrocamiento de un gobierno legítimamente electo. يشكر سعادة السفير الدعوة الكريمة من البرنامج، ويشير إلى أن الوضع في فنزويلا في الوقت الحالي معقد إلى شكل كبير، ذلك لأن المعارضة الموجودة في فنزويلا في الوقت الحالي تعتبر أو تتخذ العنف منهجا لها، وهو ما يؤثر على الوضع في فنزويلا في الوقت الراهن. طيب انا هقول لك حاجه، نيكولاس مادورو اللي هو الرئيس الفنزويلي عمل تصريح امبارح بيقول فيه انه فنزويلا فيها ديمقراطيه لكن لا توجد فيها معارضه ديمقراطيه. Muy bien. Dice que el señor presidente de Venezuela Nicolás Maduro hizo una declaración muy interesante ayer diciendo que en Venezuela hay democracia pero no hay oposición democrática. ¿Qué opina usted al respecto? Es correcto en el sentido de que hay un sector que ha logrado hegemonizar, dirigir el proceso de las protestas, un sector minoritario que está muy ligado a los intereses de Estados Unidos y por cierto también de Israel, que está tratando de sabotear el proceso democrático en Venezuela. Esa es realmente la dinámica que está ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente tenemos un sector que no respeta las reglas del juego democrático. Hay un sector más importante todavía que está de acuerdo con el juego democrático, pero ha sido de algún modo secuestrado por esa otra dinámica violenta de un sector que es claramente fascista. أشار سعادة السفير إلى أن ما ذكره الرئيس الفنزويلي بالأمس صحيح إلى حد بعيد، ذلك لأن هذا القطاع المصغر من المعارضة يسيطر عليه العنف، كما أنه مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لذلك فهو قطاع لا يحترم الديمقراطية أو يلجأ إلى العنف مدعوما بالقوة التي تمت الإشارة إليها. Okay. I'm going to ask you in English. اوكي. هو حضراتكم هو واخد دكتوراه من امريكا واشتغل بروفيسور في امريكا لفتره، فبالتالي هو يريد الانجليزيه. So I'm going to ask in English and you answer in Spanish, okay? Okay, it's fine. Why it is all the case in Latin American countries whenever there is a problem happens and apparently it's a disease that we caught in the Middle East. Anything goes wrong, then it is the US and Europe and Israel. No exactamente, es decir, yo no creo que todo sea una conspiración sionista o norteamericana, no lo creo. Pero efectivamente ellos tienen que ver con todo esto que está ocurriendo en el Medio Oriente y también en Venezuela. أشار إلى أن ما أشرت إليه سعادتك من أن فكرة أننا نشير دائما بالاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هو اتجاه عام، ولكن في الوضع الخاص بفنزويلا فهو فعلا ما يطبق، ذلك لأنهم ضالعين
كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالفعل في حالات الشغب التي تشهدها البلاد والفوضى في الوقت الحالي. No lo decimos nosotros, es decir, si revisamos los cables de WikiLeaks, vamos a encontrar que la oposición venezolana ha recibido en los últimos 5 años 15 millones de dólares de Estados Unidos. أنا فهمت ويكيليكس. هو أشار إن الاتهام اللي بيوجهه الولايات المتحدة وإسرائيل مش مجرد ارتجال، لكن هو فعلا مبني على وجهة نظر موثقة من الدوكيومنتس الوثائق اللي تم تسريبها من ويكيليكس، واللي أشارت إلى أن المعارضة الفنزويلية تغلقت ما يزيد عن 15 مليون أو أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. Y una de las figuras más importantes de la oposición en Venezuela, Antonio Ledezma, se ha reunido en los últimos 2 años 2 veces con Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. بيقول لحضرتك ان كمان احد الممثلين للمعارضه الفنزويليه في الوقت الراهن عمل مقابلتين مع في تل ابيب مع نتنياهو خلال الفتره القصيره الماضيه. Esto es información pública, es decir, no viene de ninguna fuente secreta, etcétera, ¿no? وبيشير لحضرتك لان المعلومات التي ادلى بها ليست ارتجاليه او ليست سريه، وانها معلومات معروفه وتذكر في وسائل الاعلام العامه بكل صراحه وشفافيه. Pero resumiendo, yo no creo que todo sea una conspiración. Eso sería absurdo plantearlo en esos términos. No todo es una conspiración, pero hay sectores conspirativos. Muy bien. هو بيقول لحضرتك برضو ان فكره المؤامره، هو مش عايز يرجع كل شيء او كل الاضطرابات اللي بتحدث الا فنزويلا لفكره المؤامره، لكن بالفعل في برضو نوع من القطاع المعارضه اللي بتدع يعني اللي بي المدعوم من الولايات المتحده الامريكيه ومن داخل البلاد نفسها، يعني في شيء من القبول كمان من القطاع في الدوله. Okay, but one of the things that I know for sure is that Venezuela is running into some economic problems, unemployment, inflation, maybe skewness in income and distribution and so on. All this like would inflame definitely opposition and maybe turmoil. Wouldn't you agree? No exactamente, es decir, el desempleo es el más bajo de la historia de Venezuela contemporánea. لا أتفق مع حضرتك تماما، لا أتفق مع سيادتك تماما في المعلومات التي أتيت بها بشأن البطالة والمشاكل التي تواجهها فنزويلا، ذلك لأن في الوقت الحالي تشهد فنزويلا أقل نسبة من البطالة على مدار تاريخ الحديث. La Organización de la Alimentación de Naciones Unidas FAO nos acaba de dar un reconocimiento el año pasado reconociendo que en Venezuela no existe el hambre, hambre cero. Muy bien. وبيقول لحضرتك أكبر دليل على كده أن منظمة الفاو الدولية كرمت فنزويلا واعطتها تكريم العام الماضي لان فنزويلا خلاص تمكنت من القضاء على الفقر عن طريق برنامج اللي هو الفقر صفر او القضاء على الفقر تماما. هذا اكبر دليل. Perdón, existe también un sistema de salud pública que cubre a toda la población completamente gratuito. Muy bien. هو بيقول لحضرتك كمان تتمتع فنزويلا بنظام من التامين الصحي يغطي النفقات للمواطن الفنزويلي في كل ربوع فنزويلا مجاني تماما. La educación superior gratuita antes de la llegada del presidente Chávez al poder cubría solamente 300.000 estudiantes. Muy bien. بيقول لحضرتك بالإضافة إلى أن التعليم الجامعي يعتبر مجاني في فنزويلا، وقبل الفترة اللي يعني كان حوالي الفترة بتاعة تشافيز في الحقبة بتاعة تشافيز كان التعليم الجامعي أقل قليل جدا، وكانت نسبة ضعيفة جدا من الطلاب هم اللي بيقدروا يلتحقوا بالجامعة، ده تغير بعد حقبة تشافيز. Ahora tenemos 3 millones de estudiantes. Sí, دلوقتي وصل من 3000 في الفترة بتاعة تشابس للطلاب الجامعيين دلوقتي 3 مليون طالب جامعي بيدرسوا مجانا في جامعات فنزويلا. Es decir, hay problemas económicos, es cierto, pero están ligados más a problemas estructurales comunes a todos los países petroleros que algo ligado directamente a la situación concreta de la aplicación de un sistema de desarrollo social en Venezuela. Muy bien. بيقول لحضرتك احنا ما نقدرش ننكر ان في فعلا جزء من المشاكل الاقتصاديه تشهدها فنزويلا، ودي نوعيه المشاكل اللي بتشهدها الدول المصدره للبترول واللي بتكون خاصه بالدول المصدره للبترول زيها زي اي بلد، وهم فعلا بيحاولوا يتصدوا لها بشكل منهجي. اوكي. One of the criticisms that like most Egyptian intellectuals and most of the masses pointed, well, the criticisms that were pointed to Dr. Morsi during the past year and so, was that he was not inclusive enough. So let me ask you the same question. Why wouldn't Venezuela's current political regime try to be inclusive as well? Hemos tratado de hacerlo, efectivamente. Esta situación no es nueva. Esto ha venido ocurriendo en los últimos 15 años aproximadamente.
سعادة السفير بيقول ان الوضع الراهن او الاحتجاجات الحاليه مش ظاهره جديده، لكن هم على مدار ال 15 سنه الماضيه شهدت فنزويلا عدد من الاحتجاجات الممنهجه المستمره، فهم ما بيعتبرهاش ظاهره جديده على النظام الفنزويلي الحالي. Es un sector pequeño de la clase media alta y la clase alta que no quiere aceptar la pérdida de sus privilegios. Muy bien, بيقول لحضرتك ان الاحتجاجات بتتركز في طبقه من الاليت او في مجموعه اقليه من الطبقه الراقيه، وهم اللي بيحضوا على هذه الاحتجاجات ويدعموها لانهم مش قادرين يستوعبوا انهم لن يحصلوا على نفس الاستفاده اللي كانوا بيحصلوا عليها في اوقات سابقه. Diversos organismos internacionales han dicho que Venezuela es el país con más igualdad en América Latina. Muy bien. وبالاضافه لكده ففي بعض العديد من المنظمات العالميه الدوليه اللي اشارت الى ان فنزويلا تعتبر من اكثر الدول اللي يعني ترتكز فيها المساواه او تطبق فيها المساواه بين المواطنين. Nuestro sistema electoral ha sido elogiado por el expresidente norteamericano Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz, quien ha dicho que es el sistema electoral más transparente y más confiable quizás en el mundo. Muy bien. وبشهادة جيمي كارتر الرئيس السابق الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، فهو أشار لتجربة الانتخابات الفنزويلية وأكد على أنها من أكثر التجارب الانتخابية الشفافية اللي هو شافها أو شاهدها على مدار تاريخه السياسي. Con ese sistema electoral, el movimiento liderado por el presidente Chávez ha ganado 17 elecciones de 18 elecciones en los últimos 15 años. Muy bien. هو بيقول لحضرتك ان بالنسبه للانتخابات اللي عقدت ونظمت في حقبه الرئيس تشافيز، فهو فاز في 17 دائره انتخابيه من اصل 18 دائره انتخابيه عقدت فيها الانتخابات الرئاسيه. En la Constitución Nacional del 99 existe el mecanismo del referéndum revocatorio, es decir, la posibilidad de revocar, de quitar el mandato a un presidente en la mitad de su periodo de gobierno. Muy bien. بيقول لحضرتك ان كمان في الدستور الفنزويلي الحالي في البند اللي بيكفل التنحي الرئيس لو في تصويت من نصف البرلمان زائد تأييد شعبي، فده يعني اكبر دليل على الحرية اللي موجودة للشعب الفنزويلي في اختيار قياداته ومن يحكمه. Creo que es un mecanismo que no existe en ninguna otra constitución del mundo. هو بيقول لحضرتك ان بالنسبه لهذا البند المتعلق باقاله الرئيس يعتبر بند هو يعتقد انه موجود فقط في الدستور الفنزويلي ومش موجود في اي دستور ثاني اخر على المستوى العالم. En cuanto a la libertad de expresión, el periodista puede ir a Venezuela, encender un televisor en Venezuela, cualquier televisor, y va a encontrar probablemente a un periodista allí diciendo que en Venezuela no hay libertad de expresión. هو بيقول لحضرتك مفارقة لطيفة جدا ان انت لو رحت فنزويلا وقدرت التلفزيون هتفاجئ ان المذيعين بيشتكوا او مقدمين البرامج من او ان مفيش حرية صحافة في فنزويلا، برغم من هو نفسه ده نوع من التعبير على ان اكبر دليل على حرية الصحافة وحرية التعبير ان في التلفزيون نفسه الناس بتنتقد عدم وجود الحرية دي. Entonces la oposición venezolana está llena de muchas contradicciones. ده لأن التلفزيون الفنزويلي فيه العديد من المتناقضات اللي بتدل على تعددية الرأي. Y la oposición también, la oposición. وبالضبط المعارضة ليها برضو برامج خاصة بيها ومكفول حضورها والتعبير عن رأيها في التلفزيون. هو بذكاء شديد أنا سألته سؤال بقول له في هو فترة الدكتور مرسي إحنا كنا بننتقده وبنقول إنه ما كانش قادر على إنه يستوعب كل القوى السياسيه اللي موجوده، فهو ما جابش سيره مرسي خالص، هو اتكلم عن فنزويلا. يو انسان اربيك؟ اليتل بيت. اليتل بيت، اوكي، فهو فهمني وبيضحك، فهو ما جابش سيره مرسي خالص بسبب الموضوع بتاع مرسي. مرسي خلاص مرسي خلاص مرسي خلاص خلاص مرسي خلاص خلاص، لكن هو ركز على اللي بيحصل في فنزويلا. طبعا هو مفهوم سفراء الدول الاجانب ما بيحبوش يتكلموا في شان الدوله اللي هو مبتعث اليها، لانه اي حاجه هيقولها كانها موقف رسمي لدولته، هو مش عايز يتورط في الخناقه المصريه، احنا مصريين نتخانق مع بعض هنفضل في الاخر مصريين. فهو ركز على القضيه هناك، قال لك انا عندي انتخابات، عندي قواعد، في ناس جت من بره زي جيمي كارتر جه شاف لان الانتخابات قال لك انها نزيهه، في ماده في الدستور بتقول نص البرلمان زائد استفتاء شعبي يمشي الرئيس اللي موجود، يعني من الاخر خالص هي عمليه ديمقراطيه زي الكتاب ما بيقول، عايزين تلعبوها ديمقراطيه القواعد موجوده ومكتوبه، عايزين تعملوها خناقه هنشوف بقى الخناقه دي بتحصل ازاي. واكون اول سؤالين لي بعد الفاصل. واحد، انا اللي متعود عليه انه دايما اليسار هو اللي بيتظاهر ضد اليمين، هو اللي حاصل عندهم ان هم اليسار اللي في السلطه واليمين اللي بيتخانق في الشارع. رقم اتنين، هو ليه في دم؟ ما برضه يعني المفروض ان الموضوع يبقى ابسط كده شويه. بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا.